لان مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء، وبالضبط من امام المديرية الاقليمية بن مسيك التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات. في هذه الاثناء يتم نقل اوراق امتحانات البكالوريا على متن سيارات خاصة في اتجاه مراكز الامتحان، يتم ذلك تحت حراسة أمنية بعناصر من الزي المدني كما تشاهدون. هذه إحدى السيارات التي تنقل إحدى السيارات التي تنقل أوراق الامتحان امتحانات البكالوريا لهذه السنة في اتجاه إحدى المؤسسات التعليمية أو ما يسمى بمركز الامتحان. لصيقة سيارة رمادية بهذه المناسبة كنتمنى التوفيق لكل المترشحين والمترشحات لنيل شهادة البكالوريا لهذه السنة.
يعني كما قلنا السيارة الرمادية التي تنقل أوراق امتحانات البكالوريا في اتجاه أحد مراكز الامتحان، وبالطبع تحت حراسة أمنية لعنصر من الزي المدني في اتجاه أحد مراكز الامتحان، امتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2020. هذا هو مركز الامتحان، من وصول السيارة التي تنقل أوراق الامتحان، وبالطبع تحت حراسة أمنية لعنصر تابع للأمن الوطني بزيه المدني. إذن إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، نتمنى التوفيق للجميع مترشحين ومترشحات، انتظرونا في مباشر آخر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.